مثلا التابر وير بيتفتح بالطريقة دي، احنا بنفتحه كده نعرف ازاي نستخدمه لما القطع السيليكون دي نبقى هو ده اللي احنا هنثبت عليها، وهنا كمان في القطع السيليكون علشان ما يتزحلقش منك على الترابيزة، هنحطه بالطريقة دي كده. والجزء ده بيخلي امان علشان يحافظ لك على ايديكي من انها تتأثر لو السكينة فلتت منك. هتحط ايدك هنا تمسكي بيها، وهتمسكي السكينة هتتحركي في اتجاه واحد، يا اما من قدام لورا او من ورا لقدام، ما تفضليش رايحة جاية. هنسن بالطريقة دي ونروح رافعين السكينة، طبعا نسن السكينة وهي ناشفة ما تبقاش السكينة مبلولة. وفي عندنا هنا نقطة وهنا نقطتين، النقطة واحدة بيسن السكينة والنقطتين ده بيسنها اكتر، يعني بتبقى درجة حامية اعلى من الناحية الواحدة. اللي جوه ده حجر عشان يسن السكينة، مش زي المسنات العادية اللي هي بتبقى بتحك في معدن فبتلاقي السكينة شرشرت من المسنات التقليدية، انما هنا ده حجر علشان كده ما نفضلش رايحين جايين عشان ما يتقطمش الحجر بتاعك. بعد ما تخلصي هتقفليه علشان تحافظي عليه في الضرفة من غير ما في حاجة تدخل تتحشر فيه، وتحافظي عليه كده المسنة.